تعتبر نجارة القيمة واحدة من أهم الحرف التراثية القديمة، من بداية النقش على الحجر والخشب لحد ما بقت تستخدم في كتير من الزخارف والأساس المنزلي القديم. ارتبطت صناعة الموبيليا بالقيمة في دمياط، ومن خلال أدوات معدنية لها يد خشبية بيقدر القيماجي إنه يحول أي قطعة خشب لأشكال فنية بالحفر عليها. بيستخدم القيماجي أنواع مختلفة من الأخشاب زي الزان والسويد والبلوط والأرض، وتعتبر القيمة المرحلة اللي بتسبق عملية الدهان والتشطيب مباشرة. شارع عبد الرحمن وميدان الشهابية وشط جريبة ورش مفتوحة 24 ساعة لاستقبال كل أهالي محافظات مصر اللي بتدور على الأصالة والصنعة والتحفة الفنية في نفس الوقت. عم سيد، ايوه، انت بقالك كام سنه نجار؟ 54 سنه. 54 سنه؟ ايوه ما شاء الله، ربنا يديك طول العمر يا عم سيد. ابتديت امتى يعني؟ وانا عندي 7 سنين. طب اشرح لي يا عم سيد، ده ايه يعني الضرفه دي هتبقى ايه؟ دي ضرفه. ضرفه ايه؟ ضرفه بوفيه. ضرفه بوفيه كويس، دي اول مراحلها خالص. ده خشب ايه يا عم سيد؟ ده خشب فنلندي. يعني ايه؟ من فنلندي زي موسكي يعني. موسكي. وخشب زان. والزان هو العظم. العظم موسكي والعظم زان. والقلب موسكي. ايوه صح؟ صح. طيب ادي اول مرحله. بنشتال بقى نجيب دي. ما شاء الله. دي القشره ملزوقه عليها. المرحله الثانيه للقشره جي بقى. يلزقها القشره دي. يلزقها القشره دي. دي قشره ايه دي؟ ارو ولا ده ايه؟ لا، قشره بابونجي. 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 اللي بيلحمر ده. ايوه بابونجي. وكله ملزوق قشره. كله قشره بابونجي زي ما انت شايفه كده. ها ماشي، اجيبها انا من تحت ايدي القشره دي، اظبط الحالات دي يعني، واحط لها اربعها دي. فالقشره، معلش بشويه تفاصيل. اتفضل. القشره بقى بتخليك ما تعرف ما تميزش فين الموسكي من فين الزان. لا خلاص، العظم والقلب كله بقوا ميه واحده خلاص بالبابونجي. هو انت بقى بتشتغلي بتعمل بقى ضمير بقى هنا. ان انت بتشتغلي زان وموسكي. بعد كده بتركب الحليه دي. الحليه دي زان برضه. زان. حد خراط عملها لكم على المكنه؟ لا، احنا بنعملها على المكنه. انتوا برضه هنا داخل يعني ما تشتريش الحليه جاهزه، انت اللي عاملها. انت شاددها على المكنه. على الحلاه بايدينا احنا. بعد بقى بعد دي؟ التقفيل دي نحط لها ايه؟ نجيب دول كده. دي لسه طبعا. في حليه تانية في النص. الصوره دي هتعملها كده وهتطبقها. بقى مش هتبقى وحشه كده طبعا. لا ده بس بوريك الشكل بس. وبعدين بعد كده بقى ادي تتوقع فيها بقى. الحليه بقى بتاعتها النحاس الشيك. ودي تبقى ضرفه كده كامله. دي صبه، ده الصبه. ده نحاس ده. ايوه نحاس. بس الاورنيك بتاعه تلاقيه من فرنسا ولا حاجه. بيجي من بره وبيصب. بس صابينه في مصر بقى. بنديله حته يصب عليها. ممكن درج كده يا عم سيد نشوف المتانة في الدرج، النجار الأمين في شغله يعمله إزاي؟ وريني ده إيه بقى؟ ده لسان عصفور. لسان عصفور؟ زي الشوربة كده. ماشي. لسان عصفور نشرحه وننقل له في الوش. تنقر له في الوش؟ عشان يخوش على بعض. عشان يخوش على بعض. أيوة. اللي ما عادش ينفع يتفسخ إلا إذا اتكسر. مغري بقى ولا متمسمر؟ مغري. متمسمر ومغري. ومغري. طب ايه ده مثلا؟ ده برواز بس ماليش كمال. يعني ايه؟ اقول لك اهو. بس برضه وريني اللقم اللي بتخش في بعضها. دي بتيجي كده؟ ايوه. اهي ده اللسان ده؟ ايوه. يبات هنا؟ بقت كانها حته واحده اما يتغرى وتشد على بعضه. وايه بالادوات بقى دي بتعمله كده؟ دي ايه؟ ايوه. دي اللي بتمسك الحاجه. دي بتمسك بس بيبقى لها استعدادات يعني. ايوه تمسك الحاجه بالمقاس المظبوط. أيوة. تغري وتسيبه. نغيري ونسيبه يتخدم في مكانه عشان ما يتفتلش ولا يصيبه حاجه. يفتل يقلب كده. ايوه لازم يتخدم زي ما محطوط كده. علشان ما يصيبوش اي حاجه في الدنيا. بعد ما ينشف نفكه بقى ونكمل شغله. شكرا يا عم سيد، ربنا يديك طول العمر والصحه. حسنت البركه يا استاذ. الله يخليك. شرفنا بك. الله يخليك يا عم. الله يبارك. الله يخليك. صباح الفل يا عم علي. صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه. انت بقالك كام سنه قيماجي يا عم علي؟ بقالي 48 سنه.
حد من عائلتك كان نجار او قويماجي او ايه؟ لا، هو انا عندي يعني تعتبر اول واحد قويماجي في العيله، وبعد كده بقى يعني توارثوا في عندنا مثلا مجموعه برضه في العيله قويماجيه. بقوا قويماجيه من بعد ما انت بقيت قويماجي؟ من بعد ما انا بقيت قويماجي حببتهم في القويمه يعني. طب عايزك توريني كده انت بتستعمل الات ايه وانت بتعمل شغل البلاكارات اللي هو الرقيق ده؟ هو بيبدا مثلا بالرسم، ان انت بترسمي الحاجات دي كده، بترسم عادي خالص. وبعدين بعد كده بتنفذيها بقى باللي هي الحاجه اللي هي اللي زي اللي ده ايه الاله دي اللي هي المتلوته ديت، ده حاجه متلوتة. في ده في العده دي اللي هي دي زاويه دي سبعه كده اللي هي بتشتغل مثلا او مثلا بالمدقه مثلا، يعني حاجة كده لحد ما توصل لدي، لحد ما توصل للشكل ده. يعني الوردة دي تقعد قد إيه تعمل فيها مثلا؟ ده ممكن يعني تقعد فترة مثلا، ممكن نص يوم مثلا. نص يوم تعمل في دي بس؟ وممكن تعدي النص يوم. أنت تميز شغل قويماجي وقويماجي؟ هو هي القويمة برضو فيها خطوط، يعني بيبقى زي رواح كده، يعني مثلا في واحد ليه خط، الخط ده بتاع فلان، او زي يعني ده رواح اللي راح القويمه، ده اللي هو اللي راح القويمه ده رواح مثلا الحاج سيد مثلا، وده رواح مثلا ايهاب كده يعني. ده شغل بمزاج يا عم علي؟ لا، هي شغله مزاج، بس هي شغله فن يعني. هو لو الواحد متضايق شويه او ملوش مزاج يشتغل مش هيعرف يطلع شغل، عكس شغلانات تانية ممكن الواحد متضايق مش متضايق هو بيشتغل وخلاص يعملها. لكن دي لازم يبقى لا، مبسوط. هي شغله، هي فن ماشي اكتر، هي شغله فن ماشي يعني. في ناس بيشتغلوا في القويمه بس قويمه بس يعني، هو اسمه قويماجي. انا هسيبك يا عم علي وارجع بقى لعم اسامه ادور عليه. كان يوم جميل يا استاذ اسامه والله العظيم. والله احنا اتشرفنا بيكم. يوم جميل في الورشه بتاعتك. بجد بجد اتشرفنا بيكم كلهم والله. يعني عم علي وعم السيد وانت. شكرا، ده من ذوقك. حسن صنعه، دمكم خفيف الحمد لله، وناس لطيفه الحمد لله، وذوقكم الاهم، صنعتكم زي الفل وذوقكم زي الفل الحمد لله. الحمد لله مبسوط، ده من وانت فضل ربنا كله. بجد بجد من فضل ربنا كله. مبسوط وانت اخر اليوم كده وانت مروح الساعه 9 ولا الساعه 10 وانت قافل كده، مبسوط من الحاجات اللي انت عاملها؟ بروح بستطعم باللقمه اللي باكلها وبناها. انت عظيم يا استاذ اسامه، جدا 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 يعني. طب بص، يا رب يا ساره تكوني عملتي صوره حلوه عشان اسامه ما يتريقش علينا. وريني. لا حلوه قوي. جميل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كتر الف خيرك والله. والله تسلم ايدك فعلا، فنانه. صح، فنانه والله، كتر خيرك. ارسم بفن وذوق وخيال، وانحت على الأخشاب فنك، طول ما انت من قلبك شغال شغلك هيتكلم عنك. الناس تقول عنك أسطى، بس انت من جواك فنان، والفن مش محتاج واسطة علشان يغير شكل مكان. الفن عايز عين بتشوف وتقدر المنحوت بإيديك، في فن بتشوفه بقلبك قبل ما حتى تشوفه عينيك.